السلام عليكم نيم مهد محمد كان طالب من الناس من الاطباء من المحسنين يتعاونوا مع هذه هد الحاله هذه راه معذب ومعذبني انا معاه ودابا راه مريض في صحته بزايد حيت ديما مربوط الا طلقته ولا شي حاجه كي الا خرج ما يرجعش ما, كي ما كيعقلش كيفاش وقعت له القصة كان هو كان بغى واحد البنت كان عنده 15 عام سن مورها قابع بغى واحد البنت ما اداهاش الساعة الولد بقى كيمشي بشوية بشوية تمشى له العقل في خطرة ما عرفش والصدمة واش شي حاجة ما عرفتش دابا انا كنطلب من الناس كنطلب من المحسنين من الاطباء نفسانيين من الاطباء يتعاونوا مع هاد الحاله هذه راه هاد الشاب راه ضايع راه ضايع هاد الشاب وراه وراه مضيعنا معاه راه انا ما كان انا في السبب ديالو مرض في السبب ديالو مرض دابا انا كندير الشيمي كندير كندير الاشاعه في السبب ديالو راه تعذبت معاه بزاف و وست سنين وانا رابطه ودابا انا كنطلب من الاطباء ومن الناس يتعاونوا مع هذه الحاله هذه لا حول ولا قوه الا بالله انا الساعه اللي مشى الولد مشى له وديك البنت جات عندي للدار وقالت لي خالتي انا بغيت نشوف محمد حيت احنا كنا انا وياه غنجوجو وديك الشيء وانا يلقى لي المشاكل مع ماما و... وما بغاتش ماما وديك الشيء وانا جيت انا ديك الساعات قلت لها محمد ما ما, فيه ما فيه تشوفي محمد ما كيعقل حتى على شي حاجه ما كيعرف شي حاجه واخا غتدخلي عنده ما غيعرفكش صافي مشات بحالها وما بقاتش ولات والولد بقى هكاك مسكين معذب في حياته ومعذبني انا دابا في حياتي دابا انا معذبني دابا انا خاي جلس معايا غير باش يقابلو باش كيغسلو كي باش كيديه للحمام باش يبدلو باش حيت انا مريضه ما نقدرش نقابلو وانا مريضه حتى انا كندير الشيمي وكندير الاشعه السبب ديالو مرضت انا ما عرفتش السبب اللي اللي تفارقوا عليه كيفاش ما عرفتش ما عرفتش هي كانت ضربت هاي معها وكانت خرجت من الدار وما ما كانش كيقول لي وحقا الصغر ما قال لي والو داك الشيء حتى حتى مؤخرا انا عاد كتشفتو ما شفت والو في ديك الاول ما كنت عارفه والو لا ملي فقد العقل ديالو حاولت تربط معايا اتصال وجات لعندو كان العيد ولكن هو ما عرفهاش ما عرفهاش وما عقلش عليها وشي ثلاثه المرات وهي كتجي لعندو وما كيعقل عليها ما والو فديك الساعات ما, ما ولاتش عندو صافي احنا كيعقل علينا في ديك الاول فاش كانت تاثر في خطره ما كانش كيعقل عليا انا يما كان كيقول لي الجاره اه دائما كيقول لي طلقني يا الجاره مشي عندي راه كتقلب عليا وهذيك الهضره كانت كتطيح فيها نص انا وهذيك الهضره هي اللي انا جعلتني مرض اه طلقني ما كتقلب عليا طلقني يا الجاره ويبقى يغوت ويضرب في راسه ويضرب في وجهه آه صافي كان كيهرس ويضرب و خرج للزنقه كان كيضرب كي الناس اه كان كيضرب كي الناس دائما ها هما ضاربينهم مهرسين من فوق حيت هو كان كيمشي يضربهم هي برياله دار بينو بالموس هنايا دور ولدها هي دار بينو هنايا بالموس حيت هو كان كيضرب كي الناس والناس كيضربوه كي الساعة لي شتو عاقتلوه ليه وانا نشدو ربطو لا مكيخرجش هادي ست سنين ست سنين ما خرج ست سنين وحنا رابطينو ديتو للطبيب دبني ما كدا كيخرجلو ديك الدواء صافي كيشربو كي ####كاينعس نعس يفيق بحال اللي ما عمرك عطاتيه الدواء ما عرفت شحال هو معاه ما دارلوش حتى شي حاجة حتى شي حاجة ما أه عمتلو سكانير ما قالي ما ما عندوش رأس لا قالي ما تفهمنيش ما, تفهم ما عرفتش لا لا دابا هو بحال الدري هو دابا بحال بحال اللي عنده شي عامين بحال هكا بحال الا قلتي له جلس يجلس الا قلتي له نوض ينوض أه صافي مي تجي الحالة هاد الغوات و والضرب وديك مطلق منه ها هو بحال الدري الصغير بحال اللي عنده عامين أه انا في السبب ديالهم انا مرات انا في السبب ديالهم انا مرات انا كندير كن الشيمي كندير الاشاعه وكندير الله وصافي ولجواد و ما تجيه الضحك يضحك ما تجيه يبكي ما تجيه انا خصني نسكن يعاون يعني نفس نرجع كيما كنت خصني يساعدوني الاطباء خصني يساعدوني الاطباء وكم اهدر انت يا طبيب اهدر محمد سبحان كيفاش وقع لك هادشي عاود لا تدرس في عقل واش واحد عمل لك شي حاجه لا فائد للشي واحد سعد داليا لا سعد داليا؟ ما نعرف نبغي